السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في قناتكم الرياضية وليد حرب. قبل أن نبدأ هذا الفيديو فنصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا أعزائي المشاهدين، في الأيام القليلة الأخيرة انتشرت هنالك العديد من الفيديوهات وعديد من الأخبار الصحفية أيضا عن المباراة التي ستجمع بين المنتخب الجزائري وزيمبابوي، حيث ها هنا أعزائي المشاهدين يصدر الاتحاد الإفريقي بفرض قوانين صارمة خاصة في مباراة الجزائر وزيمبابوي بسبب فيروس الكورونا، عافانا الله وإياكم أعزائي المشاهدين. حيث أعزائي المشاهدين، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في بيان رسمي أنه وضع لجنة مختصة من أجل متابعة آخر تطورات حول انتشار فيروس كورونا في مختلف البلدان القارة. يعني رئيس هذه الإدارة، إدارة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وضع لجنة مختصة في مراقبة فيروس الكورونا وأيضا مراقبة جميع معدلات انتشار هذا الفيروس في جميع الدول الإفريقية. كما أعلن أيضا الاتحاد الإفريقي أنه يتابع عن كثب كل الإجراءات التي تقوم بها الدول التي انتشر فيها فيروس الكورونا، والتي من بينها الجزائر كما قلت عليها في الصحافة الجزائرية. أعزائي المشاهدين، أيضا كما أعلن الكاف أنه لن يتم تأجيل أي مباراة مهما كانت الظروف خلال الوقت الحالي، وإن كل المباراة ستقام بشكل عادي تماما، وستقوم بتعيين لجنة مراقبة التطورات. يعني هنالك سيكون في هذه المباراة لجنة مراقبة ودكاترة كثير أعزائي المشاهدين، ويعني نسبة عالية من الحماية. وفي نفس السياق، كشف بيان الكاف أنه في استعداد من أجل إقامة مباريات بدون جمهور كحد يعني تقدير. يعني أعزائي المشاهدين، هذه المباراة لا يجب عليها أن تكون بجماهير، خاصة أن يعني لاعبي زيمبابوي اشتكوا إلى اتحاديات الكاف والاتحاد الإفريقي لكرة القدم من أجل أن يلعبوا في الجزائر خاصة، فما بالك الجمهور صراحة أعزائي المشاهدين. وأيضا يعني سيكون المنتخب الوطني الجزائري للمعلومة أمام مواجهة منتخب زيمبابوي هنا في ملعب مصطفى تشاكر أو ملعب 5 جويلية، لا أحد يعني من حد الآن، ولكن مصطفى تشاكر عبر الصحافة الجزائرية قالت أن هذه المباراة ستكون في ملعب مصطفى تشاكر يوم 26 مارس، والتي لن يتم الإعلان عن مكان إجراء المباراة العودة. طبعا أعزائي المشاهدين، أتمنى أن كل شيء مفهوم الآن، وأيضا المباراة لن تكون بجمهور صراحة أعزائي المشاهدين، هذا أقصى حد يمكن يعني إدارة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن تعمله من أجل إرضاء الطرفين، إرضاء يعني لاعبي وأيضا إدارة المنتخب الزيمبابوي، أنه خاصة أنه اشتكى في العديد من المرات أنه لن يريدون اللعب في الجزائر صراحة. وراحت أيضا الكاف تبحث عن ملاعب إفريقية أن تقام هذه المباراة في ملاعب إفريقية، إلا أن كل المحاولات باءت في فشل، ولكنها يعني ركزت أن تلعب هذه المباراة بدون جمهور، وذلك من أجل أخذ احتياط جميع يعني الحماية لجميع اللاعبين وأيضا لجميع الجماهير. لذا أعزائي المشاهدين، ستكون هذه المباراة بدون جمهور، ونتمنى ان تتم بثها على المباشر، وسنشاهد اعزائي المشاهدين. يعني ما راح تكون متعه، خاصه ان هنالك يعني ان يعني المنتخب الجزائري عندما يكون لديه جمهوره الخاص في الميدان، هذا يعطيهم جرعات معنويه وتحفيزيه اكثر. لذا اعزائي المشاهدين، سينعكس علينا هذا سلبيا على المنتخب الجزائري. طبعا اعزائي المشاهدين، كان هذا فيديو اليوم، اتمنى ان هذا الفيديو قد نال اعجابكم، واتمنى انني وضحت لكم هذه الامور. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى.